ما احنا كلنا بنعيا، ما هو اذا مرضت فهو يشفيه، خلاص، واذا مرضت فهو يشفيه. فانت هتعيا، مين اللي هيشفيك؟ ربنا سبحانه وتعالى. بس المرض ايه بقى؟ يومين ثلاثه نقول له شفاك الله وعافاك فيقوم بالسلام. احنا نظامنا بيرجعك هرمون سليم ومن غير دواء. انت الغرض في النهايه توصل ان انت شخص صحيح بدون دواء. الناس التانيه تعاملوا على جسم مع جسمك على ان المكنه بايظه وهو بيصلحها لك، لكن انا لما يوم ما بصيت للقصه لا، انت الخلقه والصنعه سليمه، انت المدخل هو اللي مش مظبوط، انت اللي بتتعامل مع جسمك معامله مش مظبوط. الاستاذ الدكتور ضياء العوضي، استاذ الرعايه المركزيه بكليه الطب جامعه عين شمس. رعشة الإيد لها أسباب كتير، بس أنا عن نفسي بحط رقم واحد الأعصاب الطرفية المتهالكة، ماشي؟ يعني الأعصاب الطرفية، وبعدين كمان الشرايين اللي بتغذي الأعصاب في الحتة دي خلصانة. يعني الدم اللي واصل للأعصاب دي أصلاً كمان خلصان، بيسموها فازا نيرفورم، يعني الدم اللي بيغذي الشرايين اللي بتغذي الأعصاب. فتخيل أنت بقى شرايين متصلبة وأعصاب ملتهبة ومتداس على أطرافها ومتداس على جذورها عند الغضروف ومتداس عليها بعقد في العضلات ومتداس عليها وهي معدية في مش عارف في الليفة الساعدية ومتداس عليها وهي داخلة مش عارف في. يا عم أنت خلصان، أنت خلصان. بص، واحدة بتقول هو عيني بتزغل مش بتهدى إلا لو أخدت سكر، ما تفسيره إيه؟ أنت على نظامي أصلا ولا لأ؟ اصل على نظام مش عينيه مش هتزغلل خالص، لان الزغلله بتاعت العين ليها اسباب وهتكلم عليها، مش اسباب ارتفاع السكر. عشان كده الناس بيبقى سكرها 600 وقاعد عينيه مش مزغلله اصلا. الزغلله ده التهاب، العدسه عكرت من كتر اتساع الشرايين حوالين عينيكي مفتوحه، فكل الميه اللي جوه عدسه عينيكي معكره، جواها انفلاماتوري سايتوكاينز، معكره، ميه معكره، دمك معكر على طول، دمك معكر مليان سايتوكاينز، ليوكوترينز، بروستاجلاندز اللي هي البرو والانتي انفلاماتوري، الحاجات معاملات للالتهاب كلها شغاله، كلها شغاله. التهاب القزحيه طبعا هتخف، طبعا التهاب القزحيه، طبعا التهاب القزحيه يخف، ما فيهوش كلام، والجوجرين يخف. بص، كرات الدم البيضاء اللي ناقصه دي معناها ان انت بتخلع العظام عندك عجوز على طول، تمام؟ في بعض الحالات بنشوف فيها اجسام مضاده لكرات الدم البيضاء، بس برضه معناها ان هي الخلايا دي عجوزه، اصل طالما اتكشفت والجسم شافها غريبه وضربها بجسم مضاد يبقى هي عجوزه، يبقى هي كرات دم بيضاء عجوزه. محدش بيضرب نفسه وهو عارف ان هو ده نفسه، لا، هو شاف خلايا نخاع العظام عجوزه وضعيفه ضربها، لا، شاف كرات الدم البيضاء طالعه معوجه وشكلها غريب ضربها. وخلي بال سعادتك، كرات الدم البيضاء هي الخلايا الوحيده الحيه جوه الاوعيه الدمويه، يعني صفائح ميته كرات دم حمراء دي اصلا ميته، الاثنين ما فيهمش نواه، ما فيهمش نيوكليس، فبالتالي ما بيتكاثروش، لهم عمر افتراضي وهيخلصوا، لكن كرات الدم البيضاء الوحيده اللي بتعيش بمزاجها. كرات الدم الحمراء شالت منها النواه فبقت كرات، ما فيهاش نواه ولا فيها ميتوكوندريا ولا فيها اي حاجه حيه. هي فيها شويه هيموجلوبين في حديد وشال عليه اكسجين وبتجري، دي كره الدم الحمراء غير حيه، الصفائح غير حيه، فبيستجيبوا فيزيكالي. لكن تعالى بص بقى على كرات الدم البيضاء، لا، حيه، بتفهم وبتعيش بتتكاثر وبتزيد مع الانفكشن وبتقل مع ضعف المناعه وبتقل مع شيخوخه انقاء العظام. فالخلايا الوحيدة اللي حية جوه تقرير الدم بتاع حضرتك هي كرات الدم البيضاء على اختلاف انواعها. موضوع بقى كرات الدم البيضاء اعرف انشطها؟ ممكن انشطها شوية بأدوية، لكن قبل الأدوية النظام بتاعنا، ولو النظام بتاعنا ما جابش في بعض الأحيان ممكن احنا نلجأ لبعض يعني أدوية تانية حقن بقى، عشان موضوع كرات الدم البيضاء اللي هي جسمك طبعا
برسومه المعده تموت بالنظام مبدئيا والخل ثانويا. اي نوع خل؟ اسيتك. بص كلمه خل معناها اسيتك اسيد 7%. اسيتك اسيد 7%. الاسيتك اسيد ده حضرتك لما تجيبه وقلنا من عنب ماشي، تجيبه من تمر ماشي، تجيبه من سكر قصب ما عنديش مشكله. دهون على الكبد ياكل بسمنه برضو. دهون الكبد ملهاش علاقه بالسمنه. عايز تعرف كبدك سليم من كلمتين، من تحليل الستول بتاعك والاتش دي ال. كل ما الاتش دي ال بتاعك يعلى اعرف ان كبدك بينضف، وكل ما الستول بتاعك ينضف اعرف ان كبدك بينضف. خلاص نقطه ولا ضغطها، لان الاثنين مسلمين بعض. فانا كل اللي بعمله في تحليل الدهون الاتش دي ال سليم فوق ال 60 انت كبدك سليم. اللي عنده حصوات في المراره، الحصوات لو صغيره دكتور السنان قال له صغيره بتتحرك يستحسن يشيل المراره، عشان لو اتحركت هتسد له القناه البنكرياسيه وتتعبه. انا عندي الحصوات كانت كبيره اكتر من 5 مللي لوحده، فخلاص سبتهم يعني. لا مشيش المراره، سيب المراره 3 مللي سيبيها. منع الدهون ازاي وانت يعني يا ماما شايله المراره ومنع الدهون؟ طب انت هتتغذي على ايه؟ ما ينفعش يا بابا. هي المراره افقدتك مخزن مش بطال للسائل المراري، مخزن وغير كده ريليف فالف يعني اللي هو بيسموه ايه عشان خاطر الضغط ما يعلاش جوه الكبد. لكن مش معنى كده ما تاكليش دهون، لا كل دهون، كل دهون وكل دهون كويس. ياخد علاج بعدها ولا مش مهم؟ مفيش حاجه اسمها بعد ما شال المراره خلاص. اللي شال المراره ما خلاص ما ياخدش حاجه، يصوم ويزود دهون بس فعلا. العمل اللي حصل له جيوب في القولون بقى ده لحد ما الجيوب دي تفك قدامه وقت، فما يسالنيش بقى الامساك اللي عنده بقى، يقعد بقى يعمل تمارين ويحط رجليه بقى كده ويتنيها على بطنه ويحط تحت رجليه الكرسي ويعمل كده، عارف الجو ده؟ الكرونز بيتعالج، الالسيف كولايتس بيتعالج، الكرونز بيتعالج، والالسيف كولايتس بيتعالج اللي هو التقرحي، والكرونز بيتعالج. فقر الدم بيحصل من تعوير الامعاء الدقيقه بالالياف، ودي عاده الالياف الخضار. والناس اللي بتاكل بيض كتير ولبن كتير هتلاقي عندهم فقر دم، انيميات كتير. ليه؟ بتفقد حديد من حته، بتنقط كل يوم نقطه، فانت الحديد اصلا اما بتكسر كرات الدم الحمراء بتخزنه في الكبد والطحال لحد ما تخلص وتشغله تاني. انت عندك بقى بتفقد، فبتضطر عايز من بره حديد فما بتمتصوش، عشان حضرتك بتاكل دقيق وبتاخد مثبطات حموضه فبتقلل حموضه الامعاء، فالحديد ما بيبقاش ايونايزد فيمتصش. ايه يا عم؟ ما السكه معروفه، وقف وقف وقف، اتحسن تخلص. طبعا الحديد غلط، طبعا بلا نقص فيريتين بلا بتاع. الار بي سيز كرات الدم الحمراء عندك شكلها كويس خلاص، حجمها كويس خلاص. طالما الحديد اصل ليه وظيفه، الحديد ليه وظيفه. انا مش عايز المخزون يبقى كتير، ما هو ياما ناس عندهم المخزون كتير وعندهم حتى الكرات طالعه صغيره. هو انت مش مشكلتك في كميه الحديد ولا كميه الكالسيوم، هي هتتوظف ولا مش هتتوظف؟ كبيره برضه بقى ليها معنى، كلمه كبيره خلي بالك. في نوع انيميا اسمه برنيشس انيميا. برنيشس انيميا دي بتبقى مجاله بلاستيك. مجاله بلاستيك يعني ايه؟ يعني كرات الدم الحمراء كبيره، ما دي ما بتعديش بقى في الكابيلاريز في الشعيرات. ما الشعيرات متصممه بحيث ان اول ما تبدا تضيق توصل لكل شعيره كره دم حمراء واحده تتحشر فيها كده زي صباعي كده، تتحشر كره الدم الحمراء كره واحده هنا. الكره دي تقف تطلع الاكسجين من جواها على البلازما، من البلازما على بين الخلوي، من بين الخلوي على الخليه. يبقى لازم الاكسجين يسيب الحديد اللي جوه كره الدم الحمراء. ما هو الحديد ده ليه وظيفه واحده، الحديد مش بكتر، هو الحديد ليه وظيفه واحده واللي يكفي منه كفايه قوي. انت كرات الدم الحمراء بتاعتك مقاسها كويس خلاص، طالما كرات الدم الحمراء بتاعتك مقاسها كويس خلاص، وكميه الهيموجلوبين اللي جواها كويسه خلاص، مش عايز من وراك حاجه. لكن انت ما تدورش بقى على الفريتين وانت تمام، ما تدورش على دي، بلاش تبص لها على دي، وبلاش ترجع اعراضك عليها. الانيميا المنجليه والله هيتحسن معانا طبعا، احنا مش هنغير شكل الخلايا لكرات الدم الحمراء، بس يعني هيتحسن معانا، يعني مش هيكسر زي الاول يعني. لا بتاع الزلال ده يجي لي، بتاع الزلال ده يجي لي. خلاصه الكلام كات شورت، ما
بنحبش نلفهم دول. بتاع الزلال ده حاله مش قليله، فده يجي لي على طول. خلاص خلاص، انا ما بنصحش اجيب تخسيس يا قلبي. في حد يا جماعه بيقول يوريك اسيد طلع عندي نقر صار انتفاخ في معصم اليد، ايه العمل؟ العمل تمشي على النظام بصراحه، كده انت مش ماشي على النظام. مفيش حاجه اسمها حساسيه بروتين، لا مفيش حاجه اسمها حساسيه بروتين. اللي عنده حساسيه عنده دقيق ابيض، التوست بتاعنا هيعدي. مفيش حاجه اسمها حساسيه جلوتين ولا سيلياك اصلا. حاجه اسمها حساسيه من كل الاكل يا استاذه زهره، خلاص يعني انت تشرفينا، ومفيش حاجه اسمها حساسيه من كل الاكل. في حاجه اسمها حساسيه من الاكل الغلط، بمنعي الغلط هتحسن من بقيه الحساسيات. حساسيه يا جماعه يمشي على النظام، والله الحساسيه هتختفي. انت مش هتجيب لها فيها راحت؟ مش هتجيب لها فيها راحت؟ بتاخد لها دواء دلوقتي؟ بتنامي عادي؟ بتشخري؟ ما بتشخريش، مفيش الكلام ده، مفيش وجع. الحمد لله. يا جماعه اللي عنده حساسيه في صدره، حساسيه جيوب انفيه، يعرف ان امعائه ومعدته تعبانين، امعائه ومعدته تعبانين. مقاومه الانسولين سببها الاكلات الغلط يا معتز، هيكون سببها ايه يا حبيبي؟ ما لا سبب تاني غير ده. بويضات بالصيام فترات طويله وزياده اكل الفات مع التوست ومع الرز. حبوب زائد فات، حبوب زائد فات. حزام ناري، الحزام الناري ليه روشته طبعا، بس قبل الروشته دي النظام.